الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نقود تأملنا الصغير بتاع كل يوم، وكنا أخذنا في قطع صلاة باكر خاصة القديسة مريم لغاية عبارة أنت يا الزهرة النيرة، وهنكمل النهاردة إن شاء الله. كنا قلنا عن كلمة النيرة إزاي الواحد تكون له رسالة أنه نور في العالم زي ما ربنا يسوع يتمنى هذه رسالة، ونرجع نقول يا ريت إن الواحد حياته كلها تكون نور، حياته الخاصة في حياته بينه وبين نفسه نور، وحياته أمام الآخرين تكون أيضا نور. والنور بيتكلم في صمت، يعني مثلا تشوفوا النجفة دي بتنور، ما اتكلمتش، فيش ولا كلمة بتقولها، لكن منورة المكان كله. جايز ما تكونش النجفة فيها عشرات اللمبات، جايز لمبة واحدة، جايز تكون شمعة واحدة، لكن لها أهمية. تصوروا مثلا لو الكنيسة دلوقتي النور اتقطع، كلنا ندور على بصيص من النور، لو طفل معاه شمعاية واحدة بس كل الأنظار متجهة نحوه، لو خرج من الكنيسة كلنا وراه شمعة واحدة بس. ربنا عاوز مننا نكون شمعة واحدة بس، زي ما أقول جايز يكون في مدرسة فيها 500-600 طالب ولا طالبة، جايز فيها شمعة واحدة بس، شمعة واحدة. مؤسسة فيها مئات الموظفين فيها شمعة واحدة بس ربنا بتنور مهما كانت التيارات المضادة. القديسة مريم لم تتكلم كثيرا ولا حتى يمكن قليلا، يعني في كل الكتاب المقدس في العهد الجديد ايه اللي نعرف عذراء مريم في كلمتها؟ كلمة قد ايه؟ عبارات قليلة جدا اللي كانت في لقائها مع الاصابات ولا غيره ما اتكلمتش، ويا ريتها اتكلمت، كانت لنا حاجات كتير عن حياتها مع السيد المسيح 30 سنة قبل خدمته. شوفوا لو اتكلمت كان ايه الفوائد العميقة اللي كنا خدناها. لكن لانها من جوه ممتلئة بالتأملات والأفكار الروحية ما كانتش بتتكلم كتير مع الناس، عشان كده الأبهات يقولوا لنا الإنسان الممتلئ من الداخل كلامه قليل، وعكس كده لما واحد بيتكلم كتير معناه إنه فارغ من الخارج. وبنلاحظ أيضا إن كثير من القديسين كانت كلماتهم قليلة، مش كل القديسين كانوا بيتكلموا حتى ولو كلمات منفعة، لكن في قديسين أحبوا الصمت ومع ذلك كانت حياتهم نور رغم صمتهم. من أشهر القديسين دول طبعا زي ما احنا نعرف قديس أنبا أرسانيوس اللي أتقن الوحدة وأتقن الصمت أكثر من كل أحد في الجيل بتاعه، وترك لنا الاختبار بتاعه الجميل اللي احنا محتاجينه كلنا وجزء اختبرناه كلنا، لما يقول تكلمت كثيرا فندمت وأما عن الصمت فما ندمت قط. فيش حد فينا بيقول يا ريتني ما كنت سكت، لكن دايما نقول يا ريتني ما كنت اتكلمت، كلمة تطلع مني ما عرفش ارجعها تاني، وجايز ما عرفش اعالج نتائجها بسهولة، جايز كلمة اقولها ما عرفش اعالج النتائج ديت ولو لسنين بعد كده. ايضا من القديسين اللي احب الصمت القديس إغريغوريوس اللي كان من الناس الصامتين، ولما مرة غصبوه أن يتكلم كلمة منفعة في وسط الآباء الرهبان تكلم عن الصمت، يقول لهم كده لكي أقود الناس بالصمت، أقود الناس للصمت بالصمت وبالكلام، يعني هو صامت يعلم الناس الصمت، ولما اضطر يتكلم اتكلم برضه عن الصمت لكي يقود الناس إلى هذا الأمر. والقديس الأنبا أغاصون احنا نعرف عنه أنه حط في فمه الزلط لمدة 3 سنين، يعطينا فكرة عن الجهاد الجدي. الواحد جاز واحد يقول اه هاخد تدريب صمت يوم ولا اتنين وبعد كده يعوض، لكن أنبا أغاصون 3 سنين يحط زلطة بقه، 3 سنين خايف احنا لو عملناها تنزل السلطة تتكلم مش هنتعلم الصمت. الناس المتوحدين كانوا بيقولوا ايه الكلام بتاعهم مع الآخرين؟ مفيش كلام خالص، كله صمت. يعني قديس الأنبا بولا اللي قعد 80 سنة في الوحدة كان بيتكلم مع مين؟ مع الناس صامت، مفيش ناس قدامه. وفي لغاية النهاردة في بعض البلاد الأجنبية في أديرة اسمها أديرة الصامتين، تخش جوه الدير ما تسمعش ولا كلمة واحدة غير طبعا وقت الصلاة أو التسبيح أو الدسات ولا غيره، كله صمت بالمشاورة
ولا بالكتابة يتفاهموا مع بعضهم. الديرة الصامتين يا ريت حياتنا تكون أيضا منيرة ولو في صمت، ولو في صمت. مش معنى كده أن الناس دول الصامتين ما كانش لهم يعني فائدة ولا منفعة روحية. ده قيل عن هابيل كلمة لطيفة خالص: وإن مات يتكلم بعد. حتى بعد انتقال هؤلاء القديسين حياتهم المنيرة ما زالت بتنير العالم، ونورهم لم ينطفئ ولن ينطفئ حتى مجيء المسيح. نفسي حياتنا احنا كمان تنعكس عليها نور ربنا، ونبقى حياتنا منيرة في كل تفاصيلها. ازاي عينينا تكون نظرات منيرة، لساننا يكون منير يا ابن الآخرين، أفكارنا أفكار مستنيرة بنور الوصية، أعمالنا خطواتنا كل ما فينا يكون حسب نور المسيح. بنقول لها: أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة. غير متغيرة دي كلمة مهمة لقديسة مريم بالذات، لأن زي ما قلنا كتير قبل كده وزي ما احنا عارفين، من الأسباب الأساسية ومن المظاهر الواضحة في حياة القديسة مريم في اتضاحها أنها كانت غير متغيرة. يعني إيه غير متغيرة؟ إزاي تحتمل هذه الكرامة، هذه الكرامة اللي بها تصير أم الله المتجسد ولا تتغير؟ يتغيرش فيها شيء، لا في مشاعرها ولا في أفكارها ولا في قلبها، ولا تتعالى على الآخرين، تظل كما هي في بساطتها واتضاحها وخدمتها للآخرين. تحتمل الكرامة. عارفين يعني ايه تحتمل هذه الكرامة؟ هقول لكم مثل كده بسيط يورينا الطبيعة البشرية. يعني مثلا زمان أيام أبينا إبراهيم، جه ربنا اتأخر عليه شوية في الوعد بتاعه، فجت سارة تقول له: يمكن ربنا يقصد يجيب لك نسل من هاجر، خد هاجر وهات منها نسل. وفعلا أخد هاجر، وبدأت علامات الحمل تظهر على هاجر. مجرد ما بدأ الحمل يبان على هاجر، الكتاب يقول عنها إيه؟ بدأت مولاتها تظهر في عينيها. دي ستها، السيدة بتاعتها، وهاجر دي تباع وتشترى، جارية عندها. لكن منين ما بدأت علامات الحمل ما قدرش تحتمل هذا الأمر، سيدتها دي بقت تظهر في عينيها وتتضائل. حتى إن سارة زعلت من إبراهيم وقالت له: اترك الجارية دي وابنها. الطبيعة البشرية مش سهل الواحد يحتمل كرامة، يحتمل منصب، يحتمل عطية من ربنا وما تغيرش. أما القديسة مريم من ضمن صفاتها الأساسية أنها غير المتغيرة. يا ريت كلنا الثبات. الثبات في إيه؟ على قد ما تاني يسمح ناخد كم نقطة كده صغيرة. أول حاجة، هل عندنا الثبات في المحبة؟ ثبات المحبة، ثبات محبتنا ولو نحو الله. هل محبة ثابتة لا تتغير مهما تغيرت الظروف؟ زي مين مثلا؟ زي كلنا ما هنعرف عن أيوب، وسط كل التجارب الصعبة المريرة بتاعته اللي ينظر إن حد من البشر يحتملها، لكن محبته لربنا ثابتة لم تتغير. محبة في شخصه وليس في عطاياه، لا تتغير بالظروف الخارجية. أعطاني ربنا عطية أفرح وأشكره بيها وأحبه، خدها مني في يوم من الأيام ولا قللها عني في يوم من الأيام، محبتي تغير، ما كانش من النوع ده. ياخد منه كل شيء، كل شيء، يرجع يقول: ليكن اسم الرب مباركا. محبة لا تتغير. يوسف الصديق يمشي كل خطوات حياته في أمانة، أمانة أزيد من اللازم. يعني أبوه يقول له: روح افتقد إخواتك، ياخد شوية خبز معايا، افتقد إخواته ما يلاقوهمش، يمشي مسافات بعيدة لغاية ما يلاقيهم. ما كان ممكن يرجع يختصر السك، ولما يلاقيهم ياخدوه يتأمروا عليه، وبعدين يحط يرموه في البير عشان يتخلصوا منه، وبعدين قالوا ونستفيد منه نبيعه وناخد ثمنه، وبعدين يباع ويصير عبد بيت فتيفار، يسلك بأمانة في هذا البيت، وربنا يبارك البيت بسبب يوسف. وتأتي التجربة الصعبة بتاعة يوسف اللي بيه يثبت محبته لربنا العجيبة،
وامانته وطهارته وعفته ويرفض الخطيه، تكون النتيجه ان هو يترمي في السجن بتهمه رديئه ويتعرض لكل ما يمكن ان يتعرض اليه. هل محبه يوسف تغيرت نحو ربنا؟ ما سمعناش منه كلمه تذمر واحده ولا قال ليه يا رب عملت كده. مين فينا لما كان يوسف ما كانش بس يطلع من فمه هذه العباره، ليه يا رب انا عملت ايه؟ ليه؟ دي نتيجه الامانه والطهاره والثقه اللي بديها نحو ربنا. وفي انسان تاني زي العازر المسكين، العازر المسكين ده اللي قضى حياته كلها تحت مائده الشخص الغني اللي كان بيشتهي الفتاه الساقطه من مائده الغني، وايضا لم يذكر عنه الكتاب كلمه تذمر واحده نتيجه احتماله وثبات محبته كوفي في الابديه واستوفى خيراته هناك في العالم الاخر. الانسان فينا ساعات محبته تتغير، مش لان ربنا بياخد منه، ساعات محبته تتغير لان ربنا بيديله ازيد مما يستحق، ازيد مما يستحق. ربنا اداله شهاده معينه، شهاده كبيره، لما كان لسه زمان في السنه ولا في طالب في الجامعه علاقته مع ربنا كويسه منتظمه من الكنيسه للكليه في الخدمه الى اخره. كبرنا سافرنا بالخارج خدنا دكتوراه، بدا ربنا ليظهر في عينينا. خدنا منصب معين بدا ربنا يظهر في عينينا، بدينا نتكسف نقول ان احنا من بتوع ربنا بتوع الكنيسه. ياما ناس لما وصلوا لمستوى معين يتكسف يقول ان هو تبع ربنا وتبع الكنيسه، دي حاجات بتاعه الناس اللي لسه تفكيرهم محدود. عطيت ربنا تخلي الانسان ينسى هذا الامر. عشان كده ربنا عاتب انسان زمان وقال له ليه عليك انك انت تركت محبتك الاولى، محبه اتغيرت، مفيش الثبات بتاع المحبه. ده من نحو ربنا. من نحو الناس، هل محبتنا ثابته ولا بتتغير؟ في انسان ممكن ينسى 10 سنين امام موقف معين قد يكون فيه تقصير او غيره من اصدقائه دول، وجاز بدون قصد، لكن ينسى كل العشرة دي ويقول لك فلان ما جاملنيش في الظرف الفلاني. طب المحبة بتاع زمان راحت فين؟ لكن في محبة تانية اللي عليها معلمنا بولس الرسول لا تسقط أبدا، لا تتغير مهما كانت الظروف، مهما كانت الجراحات. يعني لما ربنا يسوع اتكلم مع بطرس الرسول وقال له يا سمعان ابن يونا تحبني؟ ده انا رب اللي عايز اسالك السؤال ده، بعد كل اللي عملته معاك، بعد كل اللي عملته حلفان وانكار وتجديف ولعن، مين اللي بيسال التاني؟ يقول له يا بطرس انا محبتي ليك من هذا النوع الذي لا يسقط ابدا، لا يتغير. اذا كنت انت لسه بتحبني ارعى خرافي، ارعى غنمي، ارجع مكانك تاني وسط التلامذه كرسول، وسوف تكون رسول عظيم، أأتمنك على كل شعب الختان وتبقى من أشهر القديسين والآباء الرسل. ثبات المحبة يا ريت يكون موجود فينا، ما يكونش لنا هذا التغيير. ثبات الثقة، الثقة في ربنا. ده ربنا يسوع مرة قال كلمة صعبة خالص، قال فيها لتلامذته كلكم تشكون فيا في هذه الليلة. كلكم، الشك ده من أصعب المشاعر اللي تسيء للإنسان، واحد يشك في الآخرين. وإحنا بنشك، ياما ناس ليس لهم حصر بيشكوا في محبة ربنا نتيجة أي تصرف. فين محبة ربنا؟ فين ربنا اللي بيحبني؟ ما لو بيحبني كان ما استجابش صلواتي، ما لو بيحبني ما كانش أعطاني العطية لنفسي فيها، ما لو بيحبني ما كانش عمل وعمل. فين محبة ربنا؟ وننسى كل وعود المحبة وكل عبارات المحبة اللي ربنا قالها لنا، اللي مرة توجها وقال إن شعور رؤوسكم جميعها محصاة. أية محبة أكتر من كده؟ إيه المحبة اللي أكتر من أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه؟ أية محبة أعظم من كده؟ أية محبة أعطانا الآب أن ندعى أولاد الله؟ كون ربنا خلينا احنا التراب والرماد اللي دنسنا انفسنا بالخطيه وما زلنا نقف قدام نقول يا ابانا، آية محبه. ما اسهل واحد يشك في محبه ربنا، ما اسهل يشك في غفران ربنا، سواء من ناحيه الامكانيه او من ناحيه القبول.
معقول ربنا هيقبلني تاني؟ معقول ربنا هيغفر لي؟ معقول في وسيله تقدر تغفر كل خطاياي بكل انواعها؟ والشكوك دي ياما ضيعت ناس وياما قاست ناس. يكفي المثل بتاع يهوذا اللي بيه خسر كل شيء نتيجه الشك في النقطه دي. ممكن ربنا يغفر ولا ما يغفرش؟ قبول ربنا لينا، الشك في حكمه ربنا، بطلب طلبه معانا ربنا مش بيدهاني، طب فين؟ ليه مش بيدهاني؟ ليه؟ لو عندي ثقه ان حكمه ربنا اكثر من الحكمه بتاعتي، وانه ما ابعد احكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء، ما كانش الواحد يشك في ان ربنا ليه مش بيستجيب صلواته. بحط الطلبه قدام ربنا، لو فيها خير لا يمكن ربنا ينسى الطلبه بتاعتي هيحققها لي ولو بعد سنين. في نقطه تانيه يعني نادر اللي مش بيشك فيها، الشك في وعود ربنا. وعود ربنا يعني هقول لكم مثل بسيط خالص او نقطه واحده بس في النقطه دي. يعني ربنا يسوع زمان قال لما بطرس الرسول ساله قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك ماذا يكون لنا؟ قال له اللي يترك شيء من اجلي ياخذ 100 ضعف في هذا العالم وفي العالم الاتي الحياه الابديه. وعد من ربنا. مين بيثق في هذا الوعد؟ مين عنده ثقة في كلمة ربنا ما يجوش أي شك فيها؟ يعني إيه؟ يعني لو جت الجرايد في أي يوم كده قالت لنا البنك الفلاني رفع سعر الفائدة بقى كذا في المية، مفيش شك، الواحد شك فيه خلاص. قال كده البنك، حط فلوسي في البنك هديني كذا في المية، مفيش فيها شكوك. ربنا يقول أنا عندي بنك في السماء، عندي بنك في السماء، أي عطية تحطوها بديكم عليها فايدة 10,000%، بديكم 100 ضعف. اللي عنده حاجة يحوشها يجيبها عندي يحديله 100 ضعف، ده 100 ضعف في هذا العالم، ده غير بعد كده الحياة الأبدية. مين فيكم صدق الكلام ده؟ كم واحد مصدقه؟ بقى لو واحد بيصدق كلام ربنا يسيب 100 ضعف ويسيب الحياة الأبدية ويحط في البنك اللي بديله 7-8% ولا 10-12%، تعبير يعني صريح على ان مفيش حد فينا واثق في وعود ربنا ولا مصدق كلام ربنا. يمكن قلت لكم الحكايه دي مره قبل كده لبعضكم، لما كان في واحده زمان تقول لي نفسي اشتري بيت في اسكندريه، نفسي اشتري بيت. قلت لها طب حاضر. وبعد جيت في يوم من الايام قلت لها ايه رايك، لقيت واحد عنده بيت في اسكندريه ثمنه 10,000 جنيه مستعد يبيعه ب 100 جنيه بس، 100 ضعف. فاستغربت ازاي معقول حد يعمل كده، وقعدت تعاتبني طب ليه ما اشتريتوش، ما انت عارفني عاوز اشتري البيت. قلت لها اقول لك شويه اوصاف البيت دهوت. البيت ده عمره ما يقدم، عمره ما يتهدم، عمره ما يستهلك، عمرك ما تصرف عليه اي مصاريف صيانه. قعدت اوصف لها فيه، واهم صفه في البيت دهوت ان بعد عمر طويل لما تروح السما تلاقي بيت مستنيكي. انت بتتكلم عن السماء، افتكرتك بتتكلم جد. وما اشتريتش البيت. مين بيصدق كلام ربنا وعود ربنا؟ ياما ربنا مدينا وعود مين بيصدقها؟ الثقه في رعايته. لما حد ينتقل ويسيب ولاده الصغيرين، حد واثق ان ربنا يرعاهم ويربيهم احسن من كل البشر؟ الثقه في حفظ ربنا. ابننا يغيب شويه عن البيت كده عن ميعاده ساعه ولا نص ساعه، نسيب الدنيا كلها نقف في البلكونه نستنى، هيحصل ايه؟ ما ربنا اللي بارع على الكل بيحفظ الكل. ومهما كان حفظنا احنا ولا رعايتنا، ده تلاقي الطفل الصغير يقع كذا وقعه الخبطه تيجي تحت عينه من هنا، فوق عينه من هنا. وربنا بيحرص اولادنا، مين يقدر يحفظ ولاده؟ الثقه في قوه ربنا. قوه ربنا لما يكون عندنا اي حد بيضطهدنا ولا يقاومنا، يبقى الواحد يعني قاعد يتخيل لو ليا قريب كذا، لو ليا واحد في المنصب فلاني. طب ما انت قريبك ربنا مش واثق في قوته ليه؟ زي دايما نسمع هذا التعبير لما واحد يقول فلان ده مسنود، فلان ده له ظهر، ليه؟ عنده واسطة. وفلان التاني يقول لك ده مسكين مالوش غير ربنا. واحد مسكين مالوش غير ربنا. فين الثقة في قدرة ربنا اللي ممكن بنفخة يضيع كل الناس اللي بيضطهدونا دول؟ الثقة في كلام ربنا مهما طال الوقت. زي ما بقول لكم من شوية الغلطة بتاعت سارة لما ربنا اتأخر شوية على أبينا إبراهيم، قالت له ما تاخد هاجر وتجيب منها عيال.
ربنا مش قاصد كده، لسه ما جاش وقت ربنا. وبعد ما جاب اسماعيل بعديه ب 11 سنه تاني، بعديه ب 14 سنه تاني جاب له اسحاق. يعني لسه ما جاش الوقت المناسب. يا ريت ثقتنا في وعود ربنا وكلام ربنا لا تهتز. مين فينا المبادئ بتاعته تظل ثابته ما بتتغيرش؟ في انسان يكون له مبادئ في فتره معينه من حياته، وبعدين لو غير المكان او لو غير الزمان تبص تلاقي افكاره مبادئه تتغير. بقول الكلام ده، الواحد بيقابل في الخارج اشخاص كانوا في مصر في يوم من الايام مش مجرد ناس روحيين ولا خدام، كانوا ناس من اقدم الخدام ولهم مسؤوليه في الخدمه، ولما راحوا في الخارج الافكار اتغيرت والمبادئ اتغيرت وبدا المجتمع يضغى عليهم بافكاره. كنا كتير نسمع لما حد يجي يهاجر، مسافرين ليه يا جماعه ما احنا كويسين هنا، يقول لك رايحين نبشر امريكا، رايحين نبشر كندا. راحوا امريكا وكندا، من اللي بشر التاني؟ بسرعه المبادئ تتغير والافكار تتغير، ونبص نلاقي المشاكل العائليه والخلافات الزوجيه. ليه؟ مجتمع معين تشربنا المبادئ، حتى لبسنا وشكلنا وكل حاجه اتغيرت، مفيش الثبات في هذه الامور، المجتمع والعالم بدا يخش فينا بداخلنا. المبادئ بتاعت الانسان نظرته لامور كثيره. اشخاص بدات نظرتهم للكهنوت تتغير. لما كنا صغارين كنا الواحد ما يصدق يشوف اب كاهن في اخر الشارع يجري يقبل ايده ياخد بركته. دلوقتي واحد لما يكبر شويه كده وياخد منصب، لو سلم على ابونا سلم عليه كده، لو سلم يعني يعتبر ابونا ده يعني، لكن ده انسان خد شهاده وخد منصب. افكار نظرتنا للفضائل. ايه نظرتنا للفضائل؟ بص نلاقي التسامح كان زمان موجود في حياتنا، دلوقتي اصبح ايه؟ الوداعة مفهومها ايه بالنسبة لنا بعد ما خدنا نصيب من العلم ولا المعرفة؟ فضيلة العطاء مركزها ايه؟ كنا زمان بندي، دلوقتي لما كترت معانا الامكانيات هل هو نفس الوضع؟ نظرتنا للخدمة فضائل تغيرت. نظرتنا للأسرار، كنا صغيرين منتظمين في الاعتراف في التناول في محاسبة النفس ونقطة روحية، كبرنا شوية. مش بس كبرنا، ده مجرد واحد يكبر في الخدمة، لما كان في اعداد خدام تبص تلاقي ان هو يعني منتظم في حياته الروحية، بيحاسب نفسه بيراجع نفسه في نقطة روحية. سيبنا اعداد خدام بقينا خدام، ما اسهل واحد يتكلم عن الاعتراف، تسأله اخر مرة اعترفت امتى؟ بتاعة المبتدئين. يتكلم عن الاجبية، انت منتظم في اجبتك؟ ده كلام للاخرين. يتكلم عن الصوم، انت بصوم الاصوم من اولها؟ تلاقي مقصر في حاجات من النوع ده. الفضائل بالنسبه له بدات تتغير. انا خايف اقول ان حتى ربنا نفسه بدات المفاهيم بالنسبه له تتغير. واللي يقول لك ربنا مش موجود، واللي يقول لك الابديه مش موجوده، وانتوا لسه بتصدقوا الكلام ده. لسه الحرب القديمه بتاع زمان بتتكرر لغايه النهارده. لما الشيطان قال لحواء لن تموت، مات ولا ما ماتوش. ولما جه ايضا الشيطان مره اخرى قال الناس ايام نوح لن تموتوا، مات ولا ما ماتوش. ولما جه الشيطان مره ثالثه ايام لوط وقال اهل سدوم وعموره، ده لوط ده انسان مختل العقل، لن تموتوا، مات ولا ما ماتوش. لغايه النهارده الناس تقول يا ترى في ابديه ولا ما فيش، في ربنا ولا ما فيش. مش ناسي مره واحد قال لي المشكله كلها في حياتي ان انا عاوز اصدق ان في ابديه، ده انا لو اقتنعت بكده كل حياتي تتغير. طب ولما انت مش مقتنع وتروح فوق تلاقي في حقائق من هذا النوع تعمل ايه؟ تقول لربنا ايه؟ على الاقل لو الواحد النهارده صدق بالابديه وصدق بربنا، ولو فرضنا المستحيل ما كانش في ابديه ولا ربنا، طب خسرنا ايه؟ ده ربنا دعانا لحياه افضل، نعيش في سمو روحي، حياة أفضل، ما خسرناش حاجة. لكن لما أقول ما فيش ربنا وما فيش أبدية وأفاجأ بالحقائق دي، يبقى أعمل إيه؟ ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ التغيير أيضا في الهدف، في ثبات في الهدف ولا ما فيش؟ ده من الحاجات الأساسية جدا في حياتنا.
ازاي الواحد يكون قدامه هدف واضح، هدف واضح يسعى اليه ويراجع نفسه امامه. سمعت مره قلت لكم العباره دي، اللي نفسي تكون قدامنا باستمرار ما ننساهاش، اللي قيلت عن سيدنا يسوع المسيح لما قيل عنه ثبت وجهه لكي ينطلق الى اورشليم، في هدف امامه مهما حدثت من معطلات، حتى لو أرادوا أن يختطفوه مرات كثيرة ويجعلوه ملكا، أورشليم أمامه، الصليب موجود أمامه، ما ينساهوش. نبص نلاقي وسط المعجزات الكثيرة أول ما التلامذة يبتدوا يحسوا إن هم شيء والمسيح هيكون شيء، يقول لهم ابن الإنسان سوف يسلم الأيد الخطاة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. ما غابش عنه هذا الهدف أبدا في أي لحظة. اللي بيغيب عنه الهدف ممكن يبدأ بداية حسنة وما يكملش. يا مناس بدأوا بداية حسنة ما كملوش. يعني زمان شاول الملك بدأ بداية حسنة وكان روح ربنا مع شاول وكان بيتنبأ، وانتهى على ايه؟ فارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. شمشون بدأ بداية حسنة، كان نذير الرب، والكتاب يقول عنه كان روح الرب يحرك شمشون. تصور انسان كده كل خطواته ربنا بيحركه، انتهت حياته على ايه؟ وفقد نظره ازاي؟ بداية حسنة. وفي العهد الجديد نجد ديماس كان بيشتغل مع بولس الرسول وكان بيذكر اسمه قبل لوقا الطبيب، بعد كده يتكلم عنه بولس بحسرة ويقول ديماس تركني اذا حب العالم الحاضر. يا ترى خد ايه من العالم الحاضر معاه؟ هكذا ايضا يقول لنا معلمنا بولس العبارة بتاعته الصعبة دي، يقول لأن كثيرين ممن كنت أذكرهم لكم الآن أذكرهم باكيا إذ هم أعداء صليب المسيح. كان بيذكرهم في الخدمة في العمل الرعوي في الكرازة، ودلوقتي بيذكرهم باكيا. ليه؟ بداية حسنة ما كملوش. وزي ما قال أيضا قديس يوحنا الحبيب منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا لكن سابونا ومشوا، أمثال ديماس وغيره. بيسيبونا بيمشي ليه؟ لسبب مهم جدا، زي ما قال ربنا يسوع مرة لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته. يكون في إنسان قوي، قوي في روحياته، بداية قوية في كل شيء، مش قادر عليه ما يأس منه، يقولك طول بالي عليه، هتعمل له ايه؟ اربطه بشوية رباطات، قد يكون الرباط ده الدراسة، قد يكون الشهادة، المنصب، الزواج، العيال، اي حاجة من هذا النوع. وبهذا الرباط فين انا دلوقتي وكنت فين زمان؟ تركت محبتك الاولى. من اجل ذلك بيحتاج الانسان الى مراجعة نفس بينه وبين نفسه وبينه وبين اب اعترافه. اما ارسنس اللي ترك العالم كله وذهب في الرهبنة وترك الدير وذهب في الوحدة، كان كل شوية تاني يقول لنفسه ايه؟ ارساني ارساني تأمل فيما خرجت لأجله، لان التوهان سهل. واول خطوة بنحارب بها كده لو استمريت في الانحراف دوت اوصل فين وانا كنت هروح فين؟ الزاوية تلاقيها بتوسع كل شوية تانية. هل فينا حد بيراجع نفسه يقول لك انا ماشي ازاي؟ الهدف قدامي ولا بدأ لها هدف تاني؟ أصبحت في أهداف كثيرة في حياتنا. هل في أب اعتراف باستمرار بكشف له أفكاري أول بأول، ولا بسيب كده الشيطان يقعد يركب أفكار كل يوم التاني؟ هل رأس السنة في كل عام والسنة الجديدة بتاعت حياتي في كل سنة ميلادية الإنسان فينا بيراجع نفسه ويشوف ماشي إزاي؟ أنا خايف يكون الواحد فينا بدأ بداية كويسة وبعدين ما يكملش. في أشياء ساعات تخش مع محبتنا لربنا، زي يهوذا ومحبته للمال، زي حنانيا وسفيرة ومحبتهم للمديح والمظاهر، زي الشاب الغني اللي عاوز يروح الأبدية بس ياخد ممتلكاته معاه. يا ريت يكون لنا الثبات في الهدف، لسه في ثبات في الوعود والتغيير الأحسن. وقتنا خلص، ربنا يعطينا فرصة في الأيام الجاية نكمل تأملاتنا في القديسة العذراء مريم غير المتغيرة. لإلهنا المجد إلى الأبد، آمين.